هذه القصة جدا معقولة هذه القصة جدا معقولة الناس بها أبطال أبطال وبطولة الناس بها أبطال أبطال وبطولة معقولة الناس بها أبطال أبطال وبطولة الناس بها أبطال أبطال وبطولة وكما تأتي الأشياء إليها بسهولة ترحل أيضا عنها ترحل بسهولة وكما تأتي الأشياء ترحل أيضا عنها ترحل بسهولة تأتي الأشياء تأتي كي ترحل وإذا ضاعت فلماذا تسأل تأتي الأشياء تأتي كي ترحل وإذا ضاعت فلماذا تسأل هذه القصة جدا معقولة هذه القصة جدا معقولة الناس بها أبطال أبطال وبطولة الناس بها أبطال أبطال وبطولة أين كنت؟ صباح صباح الخير يا سيدي أين كنت؟ ولماذا تأخرت؟ إنها قصة عائلية احتفظ بمشاكل بيتك في البيت أما هنا فهو مكان عمل مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا أستاذ بسيطة غدا سنعرف إذا كنت ستعض أصابع الندم أم لا مشاكلك في البيت هنا مكان عمل طيب يا زيادة المدير سنرى أبا عمان أبا عمان ما به طقت فيوزاته هل تحب كرة القدم؟ أحب التفرج عليها ألم تكن تلعبها في السابق؟ كنا نلعب كل شيء ولكن بشكل مختلف هل كانت قوانين اللعبة مختلفة؟ يمكنك أن تقول هذا كيف؟ كنا نلعب كرة قدم دون كرة قدم كنا نجمع بعض الخرق والجوارب القديمة ونربطها مع بعضها بشكل كرة وضربة في الأرض وأخرى في الكرة أكثرنا كان حافياً أو يخاف على حذائه من التلف وبإمكانك أن تتصور شكل أقدامنا بعد اللعب عجيب ما رأيك بهذه؟ سأشتريها هل تنوي أن تكون لاعب كرة قدم؟ لا بل سأشكل فريقاً أسميه فريق الفتيان هيا بنا هيا ما أحلاها تعالوا تعالوا نتلقاها لا نتركها تهرب منا إلا كي تدخل مرماها كرة القدم ما أحلاها لا تقدر في آن واحد أن تحمي المرمى وتهاجم أو تصبح في ذات الوقت أنت الخاسر أنت الرابح وحدك لا تقدر أن تلعب لن تربح أو تخسر
أنا لا أثق بمصاص الدماء هذا. وأنا كذلك. لقد سرق منا النقود مقدما عندما أخذ توقيعا على تلك الورقة. أنا لا أقصد ذلك. أنا أقصد أنه ربما عقد صفقة مع العدو ليأخذ جزءا من الثروة لنفسه. سيفعلها حتما. إنه شرير. ولكن ما العمل؟ أنا أقول لك كيف. قولي قولي. لنعتمد عليه قليلا فقط، لكن لنعمل لحسابنا. كيف؟ هل نقتل عماد؟ هل تريدين أن أخنقه؟ أشرب من دمه؟ مهلا يا غبية. أنت الغبية، قولي لي كيف. دبري لنا بعض الملابس القديمة وسأخبرك ماذا نفعل. المليونير الكريم على الأبواب. يلا يلا بسرعة بسرعة. بالمال الله يا محسنين، بالمال الله. يرحمكم من في السماء. ضرير ضرير ما الله. ضرير ما الله. حسنات قليلة تدفع بلاوي كثيرة. تصدق علينا، لا أريد سوى قطعة خبز. أنا جائع جائع. يا أهل الخير يا أهل الرحمة. لكنهم جياع. أنا لا أمنعك يا سيد. إذا هل أعطيهم؟ الأمر متروك لك، لكن الوصية. لكنهم يتألمون. بطني بطني بطني. ماذا ذلك؟ الجوع الجوع يا سيدي، منذ أسبوع لم أكل شيئا. أنا يا بطني. من مال الله يا سيدي، من مال الله. أنا جائع أنا جائع. خذ واشتري طعاما. لا أريد. خذ. لا أريد. اذهب اذهب بعيدا. قلت لك اذهب. قلت لك اذهب. قلت نخوض اذهب بعيدا. يا هذا الغبي. الرحمة الرحمة يا سيدي. ولكن إنه يعطيك يساعدك. أنا لا أريد منه، إنني أكاد أموت من الجوع. الرحمة الرحمة يا سيدي الرحمة. نحن جياع يا سيدي. ارحم المساكين. أطفالي سيموتون من الجوع. قولي لي، ما رأيك لو مشيت هكذا؟ عرجاء. هذا جيد. انظري. ما رأيك؟ اسمعي، اتركي لي هذه الحركة. وأنا ماذا أفعل؟ ولا يهمك، سأجد لك الحركة المناسبة. انظري. ما رأيك بهذه المشية؟ وهل أنا عجوز حتى أمشي بهذه الطريقة؟ لنفكر لك بشيء آخر. لا، فكري لك أنت، فأنا وجدت قبلك المشية العرجاء. لا، هي لي. لا بل لي. أقول لك هي لي. بل لي. وأنت يا سيدي، لماذا خدعتني؟ لماذا قلت لي إنني سأرى أكرم الناس؟ أنا لم أخدعك، لكنه ارتبك من كثرة عدد المتسولين. ألم تتأكد من طريقة حصوله على الثروة؟ هذا ما يؤلمني. لقد كان فقيرا وكريما، أما الآن فهو مليونير وبخيل. إنه مرتبك، مرتبك فقط. لم أتصور أنني سأكتب في يوم ما ضد طفل من الأطفال. حسنا. إنها شروط صعبة. كما يقال يا سيدي،
لا شيء يأتي بالهين. لا أدري ماذا أفعل، في البيت أهلي وفي الشارع أولئك، لا أدري ما أفعل. قل لي، هل كل الأغنياء عندهم وصية مثل وصيتي؟ لا، ولكن لماذا هذا السؤال؟ لأن عدد المحتاجين كثير، ولولا الوصية لقل عددهم. أتمنى أن تفكر هكذا عندما تكبر، ولكن تذكر أننا ما زلنا في اليوم الثاني يا سيدي. أتدري؟ إنني أعتقد أن هذا المتسول كان يكذب علي. الله أعلم. أنا متأكد أنه كاذب. إن الواحد يجب أن يتأكد من الناس أولاً، إذ ما الذي يدريني إن كان صادقاً أو كاذباً؟ أليس كذلك؟ من يدري؟ ولكن... ولكن ماذا؟ مرة جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أنظر إلى بعض المحتاجين فلا أعطيهم شيئاً لظني أنهم يكذبون. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا لو كانوا صادقين في حاجتهم؟ ماذا تقصد؟ يا سيدي، أنا لا أقصد شيئاً، إن مهمتي صعبة، أقصد غير مريحة. ولماذا؟ لأن علي أن أذكرك دائماً بالشروط. يعني أنت تمنعني من تقديم المساعدة وتعلمني كيف أحافظ على ثروتي؟ لا، مهمتي هي أن أذكرك وأن أسجل أي مخالفة للشروط دون تدخل. هكذا إذن. ولكن يا أستاذ، لماذا لا يهتم التلفزيون بمثل هذه الأمور؟ لأن التلفزيون لديه أشياء أهم. الأمر هنا مختلف. طبعا مختلف، كل واحد له قصة تختلف عن الآخر. يبدو أنك لم تفهمني جيدا. أقول لك إنه طفل فقير وقد صار في لحظة واحدة مليونير. هناك الكثير من المليونيرية، فهل نخصص التلفزيون لأخبارهم؟ أعرف أعرف، لكن أمر عماد مختلف. لقد ورث الملايين لأنه ساعد متسولا. كلهم يقولون هذا. مع السلامة. اسمع اسمع، أرجوك لا تغلق السماعة. لماذا لا تقدمونه في برامج الأطفال؟ إن من شأن تقديمه أن يشجع الأطفال الآخرين على تقديم المساعدة. إذن اتصل بقسم برامج الأطفال. شكرا شكرا، سأتصل الآن بقسم برامج الأطفال. اسمع، لقد صارت عندي فكرة أخرى لبرامج الأطفال. قل فكرتك لهم ودعني أعمل. حسنا حسنا، سأقول فكرتي لهم. شكرا شكرا، مع السلامة. سنرى كيف يتخلص عماد من هذا الفخ الجديد. عماد، لنضع التلفزيون في غرفة الضيوف حتى نستطيع كلنا مشاهدته. هل أنت متأكد أنهم لو شاهدوا التلفزيون أكون قد خدمتهم؟ الوصية واضحة يا سيدي. لكنهم أهلي. أعرف يا سيدي أعرف، لكن من واجبي أن أذكرك بالوصية. عماد، هيا لنحمل التلفزيون إلى غرفة الضيوف. يا الله كم سيفرحون به، لن يشاهدوه بعد الآن عند الجيران. هيا. كلا يا أمي. ماذا يا بني؟ إنه لي. طبعا طبعا إنه لك، ولكن لا يجوز وضع التلفزيون في غرفة نومكم. ثم أنني أريد هذه الغرفة لي وحدي. وأين ينام أخوك فؤاد؟ يستطيع أن ينام مع نواه في غرفة الضيوف. ولكن يا أمي، إن هذا لفترة محدودة. ولكن ماذا أقول لهم؟ افهميني يا أمي، هذا التلفزيون ليس للفرجة، إنه لشغلي. شغل؟ أي شغل؟ وهل يشتغل المليونيرية؟ عفوا سيدتي، هناك كمبيوتر وفيديو وبعض الأشرطة
التي فيها توضيحات وتعليمات تتعلق بالوصية، أشياء تركها المرحوم للسيد عماد. من الأفضل أن تكون الغرفة مقفلة دائما وأن يكون يفتحها معي. كما تريد كما تريد، فيجب أن تحافظ على أشيائك. والآن يا سيدي ماذا تريد أن نفعل؟ لننقل بعض الأشياء وننهي امتلاء الغرفة. انتظر قليلا وسترى نفسك خارج الشركة. اذهب يا مجنون. لقد جنيت على نفسك دون أن تدري. لم يبقى إلا المجانين، دعوني وربي. لقد جنيت على نفسك. كفى يا أبا عماد كفى، لقد زدتها كثيرا. تعال معي تعال معي. سنرى. دعوني. هدئ نفسك. تصوروا تصوروا، يريد أن يعرف سعر الشركة وأرباحها ورأس مالها. لابد أن شركة أخرى منافسة قد طلبت منه أن يجمع المعلومات عنا. كيف لم أنتبه إلى هذا الأمر؟ يجب أن نخبر المدير. المدير غير موجود، لقد ذهب منذ نصف ساعة. تصوروا تصوروا، عندما سألته هل تريد أن تشتريها قال لي ربما. لماذا يا أبا عماد؟ ألم نتفق على أن يبقى الأمر سرا بيننا؟ لكنني لم أقل له بأنني صرت مليونير. إنه لا يفهم كما تعرف. أقسم أنني لم أقل له بأنني صرت مليونير. ماذا قلت له إذن؟ سألته عن سعر الشركة، عن أرباحها. هل يجوز أن أشتري شركة دون أن أعرف عنها شيئا؟ طبعا لا، ولكن إذن لماذا لا يحق لي السؤال؟ يحق لك، ولكننا اتفقنا على أن يبقى الأمر سرا بيننا، أليس كذلك؟ نعم. هل تدري ماذا سيفعلون؟ سيرفعون سعرها. صحيح، ولكن مريم إنني مليونير. أعرف أنك مليونير، ولكن مع ذلك يجب أن تشتريها بسعر معقول. وما العمل؟ ألا تقول أنك تريد شراء الشركة، وألا تقول إنك مليونير. ثم؟ ليبقى الأمر سرا بيننا لبضعة أيام ودعني أتصرف. قولي لي، ألا تعتقدين بأنني مجنون؟ تعامل مع الآخرين وكأن الوصية دائمة. لا تساعد أحدا. كيف لا أساعد أحدا؟ ولماذا تساعد الناس؟ إنها أموالك ويمكنك أن تتمتع بها كما تشاء. لكن هذا مستحيل. في البداية سيبدو لك الأمر مستحيلا، لكن وبمضي الوقت ستراه ممكنا وتتعود عليه. لا أريد. إذن ستعود إلى الفقر، ستعود إلى الجوع، وسيسيل لعابك أمام المحلات وباعة الحلوى، وسترتجف من البرد، ستعيش محروما طيلة عمرك. ولكنني الآن مليونير. أتخدع نفسك؟ أتريد أن تخدعني؟ أنت تعرف أنك مليونير لكن بشروط. لكن الشروط لمدة شهر. شاطر، هكذا أريدك. لقد بدأت تفهم. شهر واحد يكفي. أجل شهر واحد. وبعدها؟ بعدها أنا حر. إذن لنكن أصدقاء، وأنا سأكون معك في كل لحظة من هذا الشهر. وبعدها؟ بعدها لن تراني، فقد نصبح شيئا واحدا ولن تكون بحاجة إلي. لكنني الآن لا أحتاجك. أنت مخطئ. أنا وطيلة هذا الشهر حارسك الأمين، سأحميك وأحمي ثروتك، وسأظهر لك في كل لحظة تريد أن تساعد بها الآخرين. أعني في كل لحظة تريد أن تفقد فيها ثروتك. شيري انتبهي جيدا عند التصوير. يجب أن تصوريه وهو يقدم المساعدة. أعرف، لقد قلت لي هذا أكثر من 10 مرات. لقد كانت هنا قبل قليل. هاتها. فهي تأكدي أن كل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام. إذن هيا يا عزيزتي
لا تزعلي مني، فقط تذكري أن الثروة مرتبطة بهذه الصورة. ولماذا بهدلت نفسي بهذا الشكل؟ أعرف أعرف، ولكني أريد أن أتأكد. لماذا لا تأخذ الكاميرا وتصوري أنت؟ لقد أعطيتك أسهل جزء في العملية، وها أنت؟ وها أنا ماذا؟ لا شيء، لا شيء يا عزيزتي، لا تزعلي مني، فقط أريد أن أتأكد. ريا سكينة. اتفقنا. فيما بعد فيما بعد. عفوا. هيا بسرعة، هيا هيا. جيد. خطأ خطأ. جيد. خطأ. ما هذا ما هذا؟ ما هذه الفوضى؟ أهذا بيت مليونير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. هل اشترى أسيرة جديدة؟ لم يشتري شيئا لنا، لقد طرد أفوادنا الغرفة. ماذا؟ الأمر ليس هكذا، لقد اشترى تلفزيون وفيديو وكمبيوتر وأشياء أخرى لعمله. تلفزيون؟ تقولين اشترى تلفزيون وفيديو؟ اشترى أخيرا ها؟ وماذا لديه من عمل في الغرفة حتى يطردنا منها؟ هل التلفزيون كبير وملون؟ ولا كلمة، هل فهمتم؟ وأنت اسمعي لا تكوني غيورة، إنه يضع التلفزيون في المكان المناسب لجلوسنا. أريد أن أرى التلفزيون. لماذا أقفلت الباب؟ إنني أريد أن أرى الأشياء التي اشتراها عماد. هو الذي أقفل الباب. أعطني المفتاح. لقد أخذه معه. ماذا؟ لقد خاف على أشيائه من العبث. الحق معه؟ منذ أن صار مليونير صار الحق معه. اسكتي أنت، ماذا تفهمين؟ هل يضع مثل هذه الأشياء الثمينة بين أيديكم لتعبثوا بها؟ لا تكبري الأمور، إنها أشياء جديدة وهو معتز بها. طبعا، أنت عندما تكون لديك لعبة جديدة ألا تعتزين بها في البداية ولا تعطينها لأحد؟ ومتى كانت لي لعبة جديدة؟ ألم يشتري لي لعبة جديدة؟ للمرة الأخيرة لا أريد فشلا آخر. اطمئن اطمئن يا سيدي اطمئن. فشل آخر وستلقون أنفسكم متسولين بالفعل. اعتمد علي يا سيدي. اذهب الآن ولا تنسى أن تعطي مجالا للمصور كي يرى عمله. يلا نادي لي مصور الفيديو. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. إنه غاضب منا. إنه يريدك. لا أريد أخطاء. أمرك سيدي. أريد صورة واضحة له. أمرك سيدي حاضر. وقل للمصور إنني لا أريد سوى الصورة الواضحة. نعم سيدي. أنتما محظوظان اليوم، ها هو عماد قادم. هيا هيا لقد حلت مشاكل الجمعية. هيا السلام عليكم. الآن فقط سمعنا قصتك العجيبة. ومن حسن الحظ أن الثروة تكون أحيانا عند الناس الذين يستحقونها ويستخدمونها لمساعدة الفقراء. شكرا، ولكن من أنتما؟ نحن من الجمعية الخيرية في الحارة المجاورة، ولدينا مشروع لمساعدة أطفال الحي الفقراء. أتريد أن أكتب المبلغ أم أتركه لك لتقدره؟ لا لا تكتب المبلغ، فهذه لن تكون المرة الأخيرة، أليس كذلك أيها الولد الطيب؟ ها؟ أجل أجل. إذن خذ دفتر الوصولات واكتب ما تريد. لكن ارحمني يا
سيدي. اذهبوا اذهبوا ودعونا نعمل. هل يمكن تأجيل هذا؟ طبعا طبعا. أتريد أن نأتي في المساء أم غدا؟ لا أدري. أعطونا عنوان الجمعية وسنأتي إليكم في الوقت المناسب. خذ، هذا هو عنواننا، ولكن أليس لديكم الآن أي مبلغ؟ فيما بعد فيما بعد. ابتعدوا ابتعدوا، افسحوا الطريق. ما هذا؟ قلت ابتعدوا والا ناديت الشرطه. المال مال الله والسخي حبيب الله، ساعدوا المحتاجين. اطعم الجائعين، المفتاح سيطرني الجوع. اعطوا مما اعطاكم الله. لا اريد الا قطعتك. اتريد ان اقبل قدمي؟ دع قدمي. يا سيدي لا اقبل الا قطعتك. أهلا حسن. أهلا عماد، أين كنت كل هذه المدة؟ كنت في الملايين. لم أركب منذ أيام ولم تأتي إلى المدرسة. كنت أشتري. هل عرفت كيف أصبحت مليونير؟ لقد سمعت من الآخرين وليس منك، والكل كانوا يسألونني في حين أنا الوحيد الذي لا يعرف كيف. إنها قصة طويلة سأحكيها لك فيما بعد. ولكنه لم يعطينا قرشا واحدا. ما هذا التجمع؟ هيا هيا هيا. وأنت يا عماد، هيا بنا إلى المنزل ودعنا من هذا التجمع. هيا. نعم يا أبي، سألتقيك بعد ساعتين. هل تأتيني إلى البيت؟ بعد ساعتين سنلتقي هنا وليس في البيت. حسنا، إلى اللقاء. ربما كان للزينة. وليس للزينة يا نوار، إنه لشغلي. طبعا طبعا إنه كذلك، ولكن يمكنكم أن تشاهدوا البرامج والأفلام فيه عندما ينتهي عماد من شغله، أليس كذلك؟ ها سجل. سجادة وسرير وفراش، ها، وساعة جدارية كبيرة. وماذا تريدين أيضا يا أم عماد؟ لا شيء، فأنت لم تتركي البيت محتاجا لشيء. لا ينقصنا الكثير. تفضل تفضل. هل سجلت أيضا سرير؟ أجل يا سيدي. سرير كبير. نعم. وطاولة خاصة للتلفزيون والفيديو. ودراجة ودراجة. وطاولة نعم. للكتابة نريد أيضا ونريد. خذ الأولاد واذهبي بهم. نعم نعم هيا. نعم نعم. وهنا أريد أرجوحة لها مظلة. نعم. تروح وتجيء تروح وتجيء. وأيضا هل سجلت راديو كبير وراديو أصغر؟ أجل. وراديو صغير جدا. سجل كل شيء. أنا قد أنسى، أنت ترى. كما تشاء يا سيدي. يلزمنا كل شيء كما تشاء. فلا شيء عندنا على الإطلاق. تذكر أنت واكتب. الآن بعد أن ننتهي أريدك أن تذهب إلى البقال واللحام وتشتري لنا بعض الأشياء. حاضر يا سيدي. أقول لك سأذهب معك، أريد أن أختار بنفسي. كما تشاء يا سيدي. عن إذنكم. هل تأمر بشراء كل هذه الطلبات يا سيدي؟ والوصية؟ الشروط واضحة يا سيدي. إذا أردت أن تحصل على الثروة كلها فيجب أن تشتري خلال هذه الفترة كل شيء لنفسك فقط. والحل؟ إذا اشتريت لغيرك ستخسر الثروة، وإذا اشتريت لنفسك فقط ستكون الثروة لك وستتصرف بها وفق إرادتك. لماذا تعيد علي هذا الكلام كلما سألتك؟ إنه واجبي يا سيدي. أعرف أنه واجبك، لكن ماذا تفعل لو كنت في مكاني؟ لست في مكانك يا سيدي. لا أحد يريد مساعدتي، لا أحد يساعدني. أنت الآن تفعل نفس الشيء، أعني أن الوصية تمنعك من مساعدة الآخرين
لمدة شهر. لماذا جعل المرحوم وصيته بهذا الشكل؟ يمكنك أن تسأله مباشرة. لقد نسيت، اذهب واشتري ما طلبته. وما طلبه الوالد والأهل؟ إذا قلت لك نعم فستقول لي والشروط. أجل يا سيدي. اشتري إذا ما لا يخل بالوصية. اسمع، ألا يخل بالوصية ركوب أبي السيارة؟ لقد صرت ملما بالشروط أكثر مني يا سيدي. لا، لن يخل ركوبه بالسيارة بالشروط. لكنه يستفيد من ثروتي. إنه في هذه الحالة يقدم حبة لك لا لنفسه. هيا. أريد أن أشتري هذا السرير المزدوج وهذه الخزانة الكبيرة. يا الله، ما أجمل هذه المقاعد، سأشتريها. طاولة الطعام، لكنها كبيرة، أين سأضعها؟ أين يا أبا عماد؟ لا يهم، لأشتريها ثم أفكر في مكان لها. سيدي، ما رأيك بهذه الأشياء لعماد؟ لا بأس لا بأس، ولكن ما رأيك أنت بتلك وتلك؟ سنشتري اليوم الأشياء التي طلبها عماد فقط. فقط؟ هذا أفضل يا سيدي. ولكن لماذا؟ إنها أوامر سيدي يا سيدي. ولكنه طلب منك أن نشتري أساسا للبيت، ألا تذكر؟ نعم يا سيدي، ولكن... ولكن ماذا؟ أتريد أن تتحكم بنا أنت أيضا؟ عفوا يا سيدي عفوا، ولكنه طلب مني أن أشتري الأشياء التي طلبها فقط. متى؟ عندما ناداني إلى الغرفة. لكن لماذا يفعل بي هذا؟ هنالك أمور لا أفهمها في سلوكه الجديد. يمكنك أن تسأله يا سيدي. وهل أستطيع أن أراه لأتحدث معه؟ إنه دائم الحركة وهو يهرب من الحديث. ماذا فعلتم به؟ ماذا فعلتم به كي تبدلوه إلى شخص آخر؟ لا شيء، لا شيء يا سيدي، فقط حصل على الثروة. حصل على الثروة وصار بخيلا وأنانيا. في السابق لم يكن هكذا، كان يتقاسم أي شيء مع إخوته وكانت لديه روح المساعدة. أما الآن فلا شيء، لا شيء. إنه لم يشتري شيئا لأهله ولا حتى قطعة من الحلوى لأخيه الصغير. من الأفضل أن تصبر عليه قليلا. كم أصبر عليه؟ يوم؟ يومين؟ أسبوع؟ لا أعرف يا سيدي، لا أعرف، لا أريد أن أتدخل في شؤونكم العائلية. بل تدخل تدخل، فأنت رجل طيب على ما يبدو. قل له هذا أبوك رباك وتعب عليك كثيرا، وتلك أمك ولدتك واعتنت بك كل هذه السنين. قل له إن أهلك يعيشون عيشة الفقراء بينما أنت مليونير. ولكن أرجوك لا تخبره بأنني قلت لك. من الأفضل أن تتحدث أنت معه بشكل مباشر وأن تسأله. طبعا سأسأله، إنه مجرد ولد صغير ويجب أن يطيعني. أجل سأسأله. أظن أنني جمعت ثروتي بسهولة، فقد أخطأ. انظر إلى نفسك، لقد هبطت عليك ثروة هائلة دفعتها وبشتة بسيطة جدا، هو ألا تقدم مساعدة لأي شخص خلال شهر واحد فقط. وماذا حصل؟ سأجيب على العديد من أسئلتك خلال هذه الفترة، وسأصبح صديقا لك رغما عنك، فستراني كل يوم. كما أنني أرجو
أرجو من كل قلبي ألا تكرهني. ماذا كنت أقول؟ نعم، دعني أقول لك أنني رغم كوني مليونيرا فأنني قد عشت حياة شاقة. بالطبع حياة المليونيرية ليست شاقة، وينبغي ألا تصدقهم عندما يشكون. إنهم يفعلون ذلك كي لا يقترب منهم أحد أو ينافسهم على ثروتهم. أما أنا فقصتي مختلفة، فقد أصبت بمرض لا شفاء منه، وقال أطباء إنني سأموت في وقت قريب. هذا مشاهد التلفزيون معك، تعال، إنه تلفزيونه وحده لا يريد أن يشاهده أحد. تعيه يا نوار. يا حبيبي إني لا أتفرج على التلفزيون بل أشتغل، وعندما أنتهي سأشتري لك أكثر من تلفزيون وسأخذك إلى السينما. أريد أن أجلس معك. لكنني أشتغل. سأجلس صامتا وأتفرج عليك. ساعديني يا نوار، أنت تعرفين أنني لست هكذا. ولماذا صرت هكذا إذن؟ ستفهمين فيما بعد، ستفهمين كل شيء. إذن أعطيني لعبة من لعبك. فقط اصبري علي قليلا فسيصبح كل شيء لكم. أهناك سر في الأمر؟ لو كنت في مكان لتصرفت مثلي. رجاء خذيه ودعيني أشتغل. لو أعطوني أموال الدنيا كلها فلن أتصرف بأنانية مثلك. تعال يا فؤاد. عندما تعرف كل شيء ستعذرني. فكرة الموت أثرت في كثيرا وجعلتني أفكر بنفسي وبما حولي وبثروتي بشكل مختلف. لقد أعدت النظر في كل الأشياء ورأيت أقربائي الوحيدين على حقيقتهم، فهم بدلا من أن يساعدوني في لحظاتي الأخيرة جلسوا ينتظرون موتي بفارغ الصبر كي يرثوا ما أملك. ومن أعمل معهم لقد فعلوا كل ما باستطاعتهم كي يسرقوني، ولم يقدم لأحدهم أي مساعدة دون ثمن. لقد رأيت أنت ما فعله دراكولا وريا وسكينة كي يثبتوا جنوني عندما تأخر موتي أكثر مما توقعوا. لقد أصبحت لدي فكرة سيئة عن البشر، وصرت مقتنعا أن لا أحد يقدم أي مساعدة دون مقابل. إلى أن جاء اليوم الذي رأيتك فيه. أتذكر كم مرة رأيتك؟ أنا أذكر، لقد رأيتك 6 مرات، وفي كل مرة كنت تقدم لي المساعدة دون ثمن. أتذكر يوم أن طلبت منك المساعدة فقلت لي إنك لا تملك نقودا، وطلبت مني أن أنتظر وانتظرت، وفرحت كثيرا عندما رأيتك تأتي راكضا وأنت تحمل رغيف خبز بيدك. قدمته لي وقلت هذا كل ما أستطيع تقديمه لك اليوم. لقد كان أحلى وألذ طعام تناولته في حياتي.
الرحمة يا ناس، الرحمة، ساعدوني يا ناس، الرحمة يا ناس، الرحمة. ليس لدي شيء من المال، انتظر قليلا. الرحمة يا ناس، ساعدوني يا ناس. هذا كل ما استطعت تقديمه لك. الرحمة يا ناس. ولكن أنت لا تتذكرني جيدا، والسبب في ذلك هو أنني كنت في كل مرة أتنكر بملابس جديدة وبشكل جديد. على كل حال، لقد سجلت العديد من الأجوبة على الأسئلة التي افترضت أنك ستسألها خلال هذه الفترة، وبرمجتها على الكمبيوتر، ويكفي أن تطرح السؤال فيأتيك الجواب حالا. لقد تعلمت استعمال الكمبيوتر، ليس كذلك؟ من الأفضل أن تبدأ بطرح الأسئلة، وإلا أصبح كلامي لا معنى له وفقد كل ترابط. معقولة الناس بها أبطال.